دي مراجعة بسيطة، مش اللي هي المراجعة الفاينل ولا النهائية ولا حاجة. يعني أنا مش هحل مسألة كده من كل نوع أو مسألتين من كل نوع على الحاجات اللي احنا خدناها من بعد الميد ترم. فهنبدأ بمسألة واحد على الفريم. تعال نشوف مسألة زي المسألة اللي قدامنا دي على الفريم ازاي، وده الأهم، نفكر فيها وبعدين نحلها. يعني لو انت فكرت فيها صح هتلاقي نفسك حلتها صح. الأساس هو إن أنت تشوف البداية اللي أنت تبدأ تحل بيها، لأن معظمكم في مسائل الفريم بالذات البداية هي اللي بتتوه. تمام. فالمسألة اللي قصادنا دي بيقول لي determine the bin reaction at A. عندي bin reaction at A and all the force member أو all the forces acting on member DEF. هسألكوا سؤال بقى يا باشمهندسين، ولو حد فاكر يجاوب معايا. حد يقدر يقول لي التايب بتاع الـ ABC ده مالتي فورس ممبر ولا تو فورس ممبر؟ مالتي فورس ممبر. مالتي فورس ممبر. طب والـ BD؟ والـ BE قصدي الـ BE. الـ BE ايه؟ الـ BE ده تو فورس ممبر. ده تو فورس ممبر صح. السي دي السي دي برضو تو تو فورس ممبر. الممبر ده خلي بالك انا جايبه، لان خلي بالك ممكن واحد يفتكر ان ده ممبر شكله غريب. عادي يعني، هو مش لازم الممبر يبقى ستريت لاين. يعني ممكن تلاقي ممبر زي ما شفنا برضو بعد مسائل عامل حرف ال كده، او تلاقيه زي الممبر اللي عامل 8 ده، او طبعا ممكن يبقى ممبر كيرف. كل الحاجات دي ماشيه معانا. فاه ده ممبر، انا اللي يهمني هو في فورس في النص؟ مفيش. هل في نقطه في النص دي فيها مسمار؟ لا مفيش. يبقى ده برضو تو فورس ممبر. وقلنا ساعتها حتى في الممبر اللي حرف ايه اللي قلنا بنعمل ايه؟ بنوصل اخر نقطه باول نقطه. يعني بنوصل اخر نقطه باول نقطه، ويبقى هو ده الخط بتاعي. فهنا ده اللي هنعمله برضو، هنوصل السي بالدي فيجيب لي خط ستريت لاين، هو ده اللي هيأثر فيه الفورس بتاعة التو فورس ممبر. طيب وبعدين الدي اي اف ده تو فورس ولا مالتي فورس؟ مالتي فورس. مالتي فورس. تمام. فانا لما باجي افكر انا مش هقدر ادرس تو فورس ممبر، يعني مش هقدر ادرس السي دي ولا البي اي. يعني هدرسه ازاي؟ هقول اف بي اي بتساوي اف بي اي؟ يعني مش هتقدر تدرسه. فانت قدامك لا اما تدرس الفريم، لأما تدرس المين فريم في البداية، لأما تدرس ممبر زي الـ DEF، لأما تدرس ممبر زي الـ ABC. دول الثلاث خيارات اللي قدامك عشان تبدأ المسألة. فلو هنبص وده قلت لك ده الهدف، إن احنا نقول إن احنا نفكر إزاي الأول. أنا لما هاجي أبص أقول هبدأ بالـ ABC مثلا، هلاقي نفسي لا عارف الـ AX ولا عارف الـ AY. يعني طبعا هنا في رياكشنين، يعني في هنا AX و AY، والناحية التانية برضو في هنا FX عشان ده بين برضو و FY. فهلاقي نفسي لو بدأت على طول بفصل، يعني بدأت ب ABC على طول، مش هلاقي نفسي أعرف أطلع حاجات كتير. يعني هتلاقي نفسك الـ equations في الـ ABC فيها unknowns كتير. فهنا بيجي في دماغي على طول الفكر إن أنا أبدأ بالفريم، لأن الفريم هيسهل لي المسألة. لأن من الفريم أقدر أجيب الـ AY. تمام. ده الـ AY، وأقدر أجيب الـ A الـ FY. ومش بس كده، ممكن أجيب كمان relation between الـ AX والـ FX. يعني هتسهل لي المسألة، وساعتها بقى بعد كده أتحرك في أي ممبر تاني. فهنا ساعتها برغم ان الفريم فيه 4 unknown، لكن هنبدأ بالفريم عشان اسهل على نفسي المسألة، وان انا هعرف اجيب منه انظور. تمام معايا يا باشمهندسين؟ فاهمين ليه بدأنا بالفريم؟ مع حضرتك هندسة. ايه؟ معاك هندسة. معايا. تمام. معلش الصوت مش واضح. بس فهنبدأ بالفريم زي ما انت شايف اهو. ادي الـ AX بتاعتي، اوضح لك الاكس، وادي الاي واي، وادي الاف واي، وادي الاف اكس زي ما احنا كنا رسمين.
مفيش اي فورس تانية هتظهر في الفريم قلنا غير الاكسترنال رياكشن. الانترنال رياكشن اللي هو الفورس في الممبر بي اي والفورس في الممبر سي دي مش هيظهر. ببساطة هاخد مومنت عند الاي، هجيب الاف واي، هتبقى اف واي في خمسة، طبعا الاف اكس بتمر بالاي مش هتبقى عاملة حاجة، ماينس 400 في او ماينس 40 كيلو نيوتن في ثلاثة، هتطلع معايا ان الاف واي ب 24 كيلو نيوتن. وبعدين هقول ممكن اقول سميشن اف اوف واي ايكوال زيرو، فتبقى اف اي اف واي زائد اي واي ايكوال زيرو، فالاي واي هتطلع بنيجاتيف 24. او ممكن تاخد زي ما قلنا تاخد مومنت عند الاف فتجيب الاي واي، يعني ممكن تقول سميشن اف اوف واي وممكن اقول هاخد مومنت عند الاف فاجيب الاي واي، هتطلع الاي واي بنيجاتيف 24. قلنا النيجاتيف 24 دي يا باشمهندس مت ايه ملهاش علاقه يعني بالفاليو، نيجاتيف دي دايركشن، يعني المفروض الاي واي تبقى لتحت، وما مهتمش ان انا اغير الدايركشن بتاع الاي واي، خلاص انا خليته بالاتجاه النيجاتيف اخليه بالاتجاه النيجاتيف مفيش مشكله بالنسبه لي. بعدين قلنا اخر ايكويشن هناخدها اللي هي ان الاي اكس بلس الفي اكس الاف اكس بلس ال 40 ايكوال 0 اللي هي summation f of x، دي هستفاد منها بعدين، يعني لما اجي افصل واجيب ال ax ساعتها بقى انا جبت ال fx على طول، او لما اجي افصل واجيب ال fx هجيب يبقى انا جبت ال ax على طول. طبعا هو هنا في المسألة هو عايز الممبر دي اي اف، بس هو كده كده يعني لما يقولك عايز الممبر دي اي اف هو عايز كله، لان الممبر دي اي اف هيأثر فيه الفورس بتاع الدي سي هي زي الفورس التانية، وهيأثر فيه الفورس بتاعت الاي بي هي الفورس التاني. وانا كده كده جبت لما اجيب الاف اكس هيبقى جبت الاي اكس وجبت الاي واي والاف واي، فالموضوع كانه هو عايز الفورسز كلها او عايز الرياكشنز كلها. فهنرسم الدي اف، سميت الفورس اللي عند الدي دي بي سي دي، ممكن تسميه اف سي دي، وعند الاف دي هتساوي اف بي اي، وهنا الاف اكس والاف واي بنفس الدايركشن بتاعه، يعني الاف اكس والاف واي بنفس الدايركشن بتاعه. تمام، مهم جدا تبقى عارف الزاويه اللي عاملاها البي اي. لو بصيت الزاويه اللي عاملاها البي اي ازاي، اهو هتشوف التراينجل اللي عاملاه البي اي، المسافه دي 5 اهي والمسافه دي 2، فيبقى المسافه دي كام؟ روت 29. طبعا لو عايز تجيبها من غير روت وكده وتجيبها بزاوية على طول تقول شيفت تان 2 على 5 اجيب الزاوية كديجري وخلاص. لو عايز تجيبها يعني عشان تبقى يعني الناتج يطلع معاك اكثر دقة شوية ما تقربوش قوي، فخلاص تخليها يبقى 5 من تعمل مثلث 5 2 روت 29. بس ساعتها يا باشمهندس انا معايا الاف واي، فبسهولة هقول summation f of y equal 0. لما نيجي نحلل الفورسز دي في اتجاه الواي هيبقى هنا b b e في 2 على روت 29، وهنا f y ف f y minus 2 على روت 29 في b b e، هعوض عن ال f y ب 24 القيمة بتاعتها اللي احنا طلعينها اهي، فهم طلعين ال f y ب 24 بوستيف، هيطلع معايا ان الفورس في الممبر بي اي 64.6 كيلو نيوتن، وبالتالي يبقى انا قدرت ان انا اجيب الفورس في الممبر بي اي. ده اول خطوه. طيب الخطوه الثانيه بعد كده انا اخد مثلا سميشن مومنت عند الاف، خلاص لما اخد مومنت عند الاف هكنسل الاف اكس والاف واي، دي قلنا في 2 على 29، في هنا واحده كومبوننت ما انساهاش اللي هي الكومبوننت اللي في الاكس اللي هي بي بي اي في 5 على روت 29. بي بي اي في 5 على روت 29 في 3 عشان بتلف انتي كلوك وايز، وبي سي دي في 4 عشان برضو بتلف انتي كلوك وايز. تمام، انا جبت البي بي اي خلاص وطلعت معايا بوزيتيف 64.4 و6، هعوض فيها هيطلع معايا ان البي سي دي بنيجاتيف 45، وقلنا مش مشكله حكايه النيجاتيف دي، النيجاتيف دي معناها ايه؟ opposite direction. اخر حاجة هنروح على summation الـ f of x، هلاقي هنا fx positive
ماينس بي بي اي في 2 على في 5 على روت 29 عشان احنا ما حللناها في 5 على روت 29 ماينس البي سي دي. انا جبت البي سي دي خلاص وجبت البي بي اي اقدر اجيب الاف اكس هتطلع 15. بعد ما جبت الفي اف اكس عايز تجيب الاي اكس هرجع للايكويشن ديت هحط الاف اكس في 15 هيطلع معايا ان الاي اكس بنيجاتيف 55 كيلو نيوتن. تمام، حد عنده سؤال في المساله دي يا باشمهندسين؟ تمام يا باشمهندس. تمام يا يبقى احنا كده زي ما قلنا تفكيرنا بيبدا كالاتي. انا ببص على الفريم وده اسلوب حلنا في المسائل بتاعه الفريم. ببص على الفريم بشوف انا عندي الممبرز اللي عندي ايه اللي منهم تو فورس ممبر وايه اللي منهم مالتي فورس ممبر. بشوف هبدا ازاي بحيث ان انا ما اقعدش اجيب ايكويشنز كتيره من غير حل. يعني ابدا بحيث ان انا اطلع الايكويشن تطلع لي على طول النون، طبعا حسب النونز او حسب اللي هو عايزه في المساله. ممكن تبدا بالفريم وممكن تبدا تفصل لو لقيت ان الفصل اسهل لك او هيوصلك على طول للحل. وبعد كده بنجيب بنطبق الايكويشنز بتاعتها وبنفصل ولحد ما نجيب كل النونز اللي في المساله. اتفضل. وانا لو فصلت هنا كان هيبقى عندي النون كتير برضه صح ولا ايه؟ لو كنت بدات بالاي بي سي مثلا، لو كنا بدانا بالاي بي سي كنت هتعمل ايه؟ كنت هقول مثلا ابدا بالاي بي سي هاخد مومنت عند الاي. تمام، مثلا هتلاقي ان عندك الاف بي سي اللي هو النورمال رياكشن. تمام. وعندي الاف سي دي كانوا الاثنين هيبقى اللون برضو هيبقى اثنين انون. هقول هاخد مثلا اف اكس برضو هيطلع فيها ثلاثة انون، هيطلع فيها الاي اكس والاف بي دي والاف البف بي اي والاف سي دي. هقول هبدا بالواي هيطلع فيها اتنين انون. فاهمني؟ فهتلاقي عملنا ان انت عمال تكتب في ايكويشنز ما بتطلعش ايفن. ده مش غلط، ما انا بقولك ده مش غلط، بس مش هيسرع لك الحل زي ما انت تبدا بالفريم تلاقي نفسك خلصتها على طول. الافضل في الحاله دي ان انا ابدا بالفريم. الافضل في الحاله دي ان انا ابدا بالفريم لان الفريم هيطلع لي انونز على طول زي ما انت شفت. تمام. تعال ناخد مساله تانية على الفريم بس يكون مساله بقى فيها بولي او باكره عشان الناس موضوع البكره ده برضو احيانا بيلخبط الناس. المساله دي كانت موجوده في السكشن بس احنا ما حلناهاش كان الوقت ده. تعال نحلها وهي مساله ممتازه قوي في حته البولي لان هي فيها اللي نقدر البولي بتاعتنا اللي احنا نتكلم فيه. مسألة زي دي بتقول ايه؟ عايز الهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننت رياكشن في الموجودة على الممبر اي بي سي. يعني عايز الرياكشن بتاع الاي والرياكشن بتاع البي والرياكشن بتاع السي. هسألكوا سؤال بقى مش وانسين وردوا عليا بقى لو حد عارف. البي دي ده هل ده تو فورس ممبر؟ تو فورس ممبر. ايوه يا باشمهندس. لا مش تو فورس ممبر عشان مضبوط في سلك. في تنشن هنا، خلي بالك هو التنشن هنا صحيح ما بيظهرش في الفريم. يعني حد لو فاكرين احنا قلنا ان التنشن ده ما بيظهرش في الفريم، لكن في النهايه لما هتيجي ترسم الفري بودي دايجرام بتاع البي دي. يعني تعالى نرسم الفري بودي دايجرام بتاع البي دي كده على جنب اهو. تمام. لو رسمته على جنب اهو اهو هو على شكل حرف L. يعني الممبر على شكل حرف L هيبقى عندي دي في تو رياكشنز اهو. خلينا نرسمه بخط تاني. هيبقى عندي دي في تو رياكشن اللي هو دي اكس ودي واي اهو. دي نقطه احنا قلنا في التو فورس ممبر العبره بالنقط اللي فيها الفورسز، فدي نقطه. اوكي، التنشن اللي في الكيبل ده هيظهر بس لما اجي افصله، فهيبقى فيه هنا تنشن.
وعندي بي كمان نقطة تانية، يعني نقطة البي غير نقطة التنشن، فنقطة البي فيها رياكشن اكس ورياكشن واي. فاهمين يا باشمهندسين؟ يبقى كده في كام نقطة بيأثر فيها الفورس؟ ثلاثة. ثلاثة. فده مش الفورس. ايه؟ واحنا كده فصلنا. اه فصلنا. لا ما انا فصلت لك عشان ابين لك ان ده مش تو فورس ممبر، ده 3 فورس ممبر، عشان الناس كانت بتقول سالتها في الاول فالناس قالت لي ده 2 فورس ممبر. لا مش 2 3، عشان في 3 بوينت، فما اقدرش اقول يعني يعتبر مالتي فورس ممبر مش 2 فورس ممبر. وطبعا الاي بي سي زي ما هو واضح مش مالتي فورس ممبر. تمام. هنا في المساله دي يا باشمهندس تعال نشوف لو هنرسم الفري بات دايجرام بتاع الفريم. تعال نشوف لو هنرسم الفري بات دايجرام بتاع الفريم هيظهر لنا ايه. هيظهر لنا رياكشن في الاكس ورياكشن في الواي بالنسبه للدي عشان ده بين، ويظهر لنا رياكشن في الاكس ورياكشن في الواي بالنسبه للسي عشان ده بين. تمام اهو. حد عنده مشكلة؟ هل هيظهر فورس في الحبل ده؟ في الفريم؟ لا لا لا. هيظهر الوزن. اه لان قلنا بدم عندي كابل واصل بين ممبر وممبر، البولي ده يعتبر ممبر، البكر دي تعتبر ممبر، والبي دي ده ممبر، فعندي كابل واصل بين البولي والممبر، يبقى الكابل ده ما بيظهرش فيه فورس. وكذلك الكابل ده، الكابل ده برضو ما بيظهرش فيه فورس في الفريم لان فيه تنشن متبادل. تمام؟ في تنشن متبادل، وبالتالي الفورس الوحيده اللي هتظهر معايا، الفورس الوحيده اللي هتظهر معايا هي الويت، بخلاف طبعا الاكسترنال رياكشن قلنا ده هنا في تنشن متبادل برضو، فالويت اللي هو كام؟ 80 باوند، هو ده الوحيد اللي هيظهر معايا. ممكن ابدا بالفريم، اه ممكن تبدا وتطلع بحاجات، بس انا بالنسبه لي يعني كتجديد او كان مبين يعني ان احنا ممكن ما نبداش بالفريم، هبدا عادي بالبولي. ممكن ابدا بالبولي، فتعال نمسك البولي كده او البكر، مش ده 80؟ يبقى التنشن هنا في الكابل كام؟ هو التنشن مش بيفرق معانا قوي الا غير ان احنا بنحدد الاتجاه بس، صح يا هندسه؟ اه التنشن ما بيفرقش معانا غير لما اجي افصل، يعني في الفريم ما بيظهرش، لكن لما نيجي نفصل تعال نرسم البولي لوحدها اهو. بس بصراحه يعني المحور اصلا الفصل ده لحد دلوقتي انا مش فاهمه، يعني انا ما بعرفش اصلا افصل امتى ولا ما افصلش امتى، بتلخبط من على طول يعني في اي رسمه. ما احنا قلنا انا ببص في البدايه لازم افصل لما هاجي احتاج ان انا احسب الانترنال رياكشن، هو الانترنال رياكشن اللي هو واصل بين ممبر وممبر او في انترنال بين، ده ما بيظهرش وانا شغال على وانا شغال في الفريم، لكن لما اجي افصل بيظهر. يعني كان يعني ايه تفصل؟ يعني كان انا مثلا ادي البولي، كان جيت عند الحبل ده وقطعته، وجيت عند الحبل ده وقطعته، فايه اللي هيظهر في البولي؟ هيظهر البولي هتشوف التنشن اللي خارج منها، سواء التنشن الفيرتيكال او التنشن الهوريزونتال، وطبعا قيمته نفس قيمه الويت لان هو في اتزان مع الويت، فبيبقى فيه طبعا فالتنشن ده بيبقى 80 وده 80، والبولي بتخلي التنشن زي ما هو، يعني لو ده تي بيبقى ده تي كمان، فبقى عندي هنا دي 80 ودي 80، يعني البولي دي 80 ودي 80 كتنشن، والبولي كمان مربوطة عند الممبر ببن، ففي انترنال رياكشن هيظهر. بقى احنا قلنا اول ما بتلاقي internal bin بيبقى ليها two reactions، بتظهروا امتى؟ لما بنفصل. فدلوقتي احنا فصلنا البولي عن الجسم كله، فظهر فيها التنشن اللي هو التمانين ده والتنشن اللي هو التمانين ده، وظهر فيها الرياكشن اللي في الاكس هنا والرياكشن اللي في الواي هنا اللي هم بتوع الانترنال بين. تمام تمام. لكن لما طول ما البولي كانت راكبة على الفريم ما كانش بيظهر فيها حاجة، ما كانش بيظهر فيها الانترنال رياكشن ده، ولا كان بيظهر فيها التنشن اللي في الكابلين، عشان دول واصلين مع التو ممبرز التانيين. تمام. فانا بدات بالبولي
قلت سميشن اف اوف اكس جبت الاي اكس ب 80 وسميشن اف اوف واي جبت الاي واي ب 80 تمام معايا يا باشمهندس تمام تعالى بقى افهمك حته برضو الفصل لما تيجي بقى تفصل الاي بي سي تمام دلوقتي الاي اكس والاي واي كنا عاملينهم في الاتجاهين دول شمال والفوق لما نيجي بقى نقسم الاي بي سي هنحط الاي اكس والاي واي ازاي العكس العكس عكس اللي احنا فرضينه الفرض الاولاني بالظبط يعني انا دلوقتي فرضت اللي في البولي الاي اكس شمال والاي واي لفوق يبقى هفرض في الممبر اي بي سي هفرض الاي اكس يمين والاي واي لتحت عكس دول عشان لما نيجي نجمعهم في الفريم ما معناه يعني ان احنا نجمعهم في الفريم بيلاش تاثير بعض بس اهو فزي ما قلت لك ادي ال 80 اللي احنا حسبناها اللي هي الاي اكس بقت يمين ليه بقت يمين عشان في الناحيه الثانيه كانت شمال والاي واي بقت داون عشان في البولي كانت اب فالاثنين دول عكس دول طب البي والسي افرضهم في اي حته يعني انا فرض البي واي لفوق والبي اكس فرضها ايه شمال او يمين قصدي انت عايز تفرضها في اتجاه تاني مفيش مشكله بدل اول مره لكن تاني مره بيبقى عكس اللي انت فرضه في الاول وادي السي اكس وادي السي هنعمل ايه يا باشمهندس ببساطه هاخد مومنت عند السي هكنسل السي اكس والسي واي والبي اكس وال80 يتبقى لي بي واي في 9 بوزيتيف عشان كلوك وايز قصدي بوزيتيف معلش نيجاتيف بي واي هتلف حوالين السي نيجاتيف عشان كلوك وايز و اي 80 في 15 بوزيتيف عشان انتي كلوك وايز اصبح عندي ان البي واي ب 133.3 باوند اللي هي 133 باوند اللي هي 133 طبعا زي ما انت عارف في الانسرز في الامتحان تبقى متقربه شويه بس ايوه وبس التمارين اللي انا حضرتك كنت فرضها فوق دي تمام لو انا مثلا كنت فرضها مثلا في الاتجاه غلط مثلا وطلعت معايا بالنيجاتيف انت كنت قلت الحته دي فوق بس معلش هرجعك لها تاني لو هي بقى طلعت بالنيجاتيف 80 انا باخد ال 80 ولا بفضل زي ما باخد النيجاتيف تحت ماشي. انا ببقى تحت عكس انت بتتكلم يعني ان انت كنت فرض الاي اكس كده بالظبط كده ايوه بالظبط الرايت والتحت تمام بالظبط ساعتها قدامك حلين ما انا بقول انا قلتها ساعتها قدامك حلين بالظبط الحل ان انت تعكسها برضو عادي جدا ولما تيجي تعوض فيها تعوض فيها بالنيجاتيف تمام يعني تحافظ على القيمه بتاعتها وتعكسها عادي كانك مش شايف النيجاتيف كان النيجاتيف دي 5 يعني كان الاي اكس دي طلعت لي 5 فلما اجي اعكسها اعكسها عادي وبنفس القيمه بالنيجاتيف فاهمني يعني هي مثلا في حالتنا دي مثلا لو طلعت هنا بالنيجاتيف كنت اعوض هناك برضو بالنيجاتيف 80 بالظبط او اقول مثلا ان يعني مش انا بحل في الامتحان في ورقه يعني كده كده لسه ما اخترتش الانسر فاقول خلاص انا هعكس السهم اللي انا فرضه وخلاص اعكس السهم اللي انا فرضه وخلاص يبقى كانها بالبوزيتيف بس تخلي بالك من الحته دي ان انت ما تكونش استخدمت السهم ده قبل كده يعني تكون اول مره تستخدمه فتعكسه مش هتبقى في مشكله تمام حد عنده سؤال تاني تمام جبنا البي واي ب 133 ومعانا السي ال دي ب 80 بالنيجاتيف اقدر اجيب السي واي يعني خلاص سميشن اف اوف واي فيبقى نيجاتيف سي واي نيجاتيف 80 بلس البي واي هم دول الثلاثه فورسز اللي في اتجاه الواي هطلع ان السي واي ب 53.3 اللي ممكن نقربها برده تبقى 53 يبقى انا جبت السي واي والبي واي ممكن اجيب السي اكس ممكن تكتب يعني ايكويشن سي اكس بالمره لو عايز تجيبها وتسيبها هقول ان السي اكس ايكوال 80 بلس بي اكس الفورسز اللي في اتجاه الاكس يعني تمام بحيث ان انت لو جبت البي اكس لو جبت البي اكس من اي حته تانية تبقى انت ايه
خلاص اقدر اعوض فيها اجيب السي اكس. معلش ممكن نرجع بس اسم الرسمه الاصليه ننسى بس اشوف بس حاجه بس بصراحه معلش. هو احنا بس هنا عند البي اكس البي لما احنا فصلنا خلاص يعتبر ما فيش بي دي. البي دي احنا خليناها في تو رياكشن او تو يعني اتجاهين وكده. تو رياكشن اكس واي بعدم انترنال بين يبقى ليها تو رياكشن اكس واي. اول مره بتستخدمها بتحطها في اي دايركشن انت عايزه بتفرضها في اي دايركشن. تاني مره بعكس الدايركشن اللي استخدمته في اول مره. سلام جدا. تمام. يعني هتيجي مثلا على البي اكس والبي واي اهم. لما اجي هرسم بقى البي دي تعال نيجي نرسم البي دي هعكس البي اكس والبي واي هخلي البي واي اللي تحت واخلي البي اكس شمال اهو هتشوف دلوقتي بقت البي واي اللي تحت اهي والبي اكس شمال. حد يقول لي ايه ال 80 دي؟ حد يقدر يقول لي ال 80 دي ايه لو فاكرين التنشن؟ التنشن بتاع الكابل قيمته 80 عشان زي ما قلنا الويت ب 80 فالتنشن بقى 80 عدى على البولي وبعد كده فبقى هو ده قيمته 80. وهنا الدي اكس والدي واي. طبعا انا ما يهمنيش ان انا احسب الدي اكس والدي واي ليه يا باشمهندسين لان هو في المساله لو تفتكر هو عايز الفورس اكزيرتد اون ممبر اي بي سي. ودي برضو نصيحه ليك في الامتحان يعني في ناس كده لما بتشوف المسألة الفريم بتروح جايباه يلا جيب كل حاجه فيه دي حاجه كويسه وانت بتحل في البيت لكن في الامتحان برضو يعني شوف السؤال شوف الام سي كيو اللي عليه هو عايز ايه بالظبط لان ممكن مثلا ما يكونش عايز دي فانا ما اقعدش بقى اكتب واضيع وقتي والوقت في الامتحان زي ما انت عارف ما بيبقاش كتير يعني الوقت في الامتحان بيبقى كافي تماما بس بيبقى انت مش يعني في ناس بتبقى بتاخد على مهلها فمش ما ضيعش وقتي الوقت اللي انا ده ممكن استفاد بيه ان انا راجع في الاخر افضل. تمام. فانا ببص هو عايز ايه بالظبط. هو هنا مش عايز دي اكس ولا دي واي فخلاص انا عايز اجيب البي اكس عشان اعوض واجيب السي اكس ويبقى انا خلصت المساله بس. فببساطه هاخد مومنت عند الدي لان انا لا مش لا عايز الدي اكس ولا دي واي واكنسله هيتبقى لي نيجاتيف 80 في 2.5 اللي هي المسافه دي بعد كده نيجاتيف بي اكس في 3 والبي واي بوزيتيف اللي هي مطلعينها 133.3 في 9. المفروض حد كان يسال سؤال او يجي في دماغه هو احنا عرفنا منين ان المسافه دي نص؟ ببساطه لان الراديوس نص والمسافه دي المسافه دي هي الراديوس بتاعي فعشان كده هي المسافه دي كلها 3 بس انا قلت الثلاثه دي منها النص لحد الكيبل ومن الكيبل لحد الدي 2.5 فعرفتها من الراديوس بتاعي. خلاص فكده بسهوله عرفت اجيب البي اكس اعوض اجيب السي اكس. تمام. في الايكويشن بتاعه الاف اوف اكس حد عنده مشكله في المساله دي يا باشمهندسين؟ تمام جدا يا باشمهندس. تمام. طبعا يعني كل ما تحل في الفريم كل ما كان افيد. كل ما تحل في الفريم يعني حاول تحل تجيب امتحانات سنوات سابقه وحلها والكلام دوت وحاول تحل وتركز وانت بتحل زي ما قلت لك تفكر دقيقه في الفريم قبل ما تبدا تحل بحيث ان انت تبقى فاهم زي ما بيقولوا السيناريو اللي انت هتعمله المساله كلها ان انا هبدا بده وبعد ما اخلص ده هروح للمنبر ده وهكذا بحيث ان انت على طول تنفذ ما حطش حاجه ما يقولش يعني مثلا خلاص انا هبدا بالفريم وبعد ما ابدا بالفريم وابتدي احط ايكويشنز فيه احس ان انا ما كانش المفروض ابدا بيه كنت المفروض ابدا بالمنبر تاني. فلازم تفكر دقيقه ولا دقيقتين في الاول في المساله في الفريم بالذات انا هبدا هحل ازاي عرفت احل ازاي ابدا بقى اكتب واحل الطريقه بتاعتي. خلاص ده كده المسألتين كده صراحه بضل شويه بس يعني بتلخبط شويه ما قلت لك الموضوع بس محتاج ان انت تحل المسألتين ثلاثه بايدك في حكايه الانترنال يعني ما تلخبطش نفسك. الموضوع قلت هما قاعدتين قلناهم ان الانترنال ما بيظهرش في الفريم وان الانترنال بين بيبقى ليه تو رياكشنز اكس وواي لو بتستخدمهم اول مره
بتفرضهم لو بتستخدمهم تاني مره بيبقوا عكس الاتجاه اللي انت اللي كان موجود في اول مره. بس طب معلش الصوت واطي مجرد الايه. عندي سؤال بس، هو لو الحد ده لو ما كانش مرتبط بالدول بي دي الممبر بي دي كان مثلا مرتبط بالدول اي سي كان هيبقى في ساعتها ايه اللي هيتم؟ كانت هيبقى الايه البي دي تو فورس ممبر، وكان ايه اللي هيبان بقى في الحد لما يتربط بقى في الاي سي؟ لو كان مرتبط بالاي سي كان هيبقى البي دي تو فورس ممبر صح؟ تمام. كان ساعتها هيبقى في فورس كده في اتجاه البي دي تمام؟ اللي هي اف بي دي، اوصل بين النقطه بي ودي وهيبقى في فورس في البي دي. ولو كان واصل على الاي سي على طول هيبقى في تنشن بينه وبين الاي سي، هيظهر في الكيبل بس مش يعني هيظهر لما اجي افصل البولي ولما اجي افصل الاي سي. معلش هندسه معلش لو حضرتك بس ترسمها بره كده بس عشان ماشي. يعني لو انت قصدك ان البولي كده تعالى بس نرسمها. اهو البولي اهو، هيبقى فيه كيبل في البولي كده، والمفروض يعني البولي دي هيعدي الكيبل، بس هيبقى كيبل صغير بس هيعدي ويوصل للاي سي تمام. فيبقى كده وهيبقى ليها رياكشنين برضو اكس وواي، بس الاكس هنا هيبقى بزيرو عشان ما فيش حاجه في الاكس، والرياكشن الواي هتساوي التو تنشن. لما اجي ارسم بقى الاي بي سي اهو، هيبقى عند الاي نقطه الاي في الرياكشن بتاع الانترنال بين زي ما احنا كنا عاملينه اللي هو الاي اكس والاي واي تمام، وبعد كده التنشن بتاع الكيبل، وبعد كده الفورس بتاعه الممبر بي دي، وبعد كده السي اكس والسيوة. تماما. الفورس بتاع الممبر بقى بي دي كنت مش المفروض نعمل ريزوليوشن عشان بس لما اجي اجيب المومنت ولا ايه؟ هعمل له ريزوليوشن ساعتها، هيبقى المثلث 3 هيبقى مثلث 3 و9 فاهمني؟ هيبقى 3 و9 واقدر اجيب الطلع الثالث ده واعمل له ريزوليوشن. تمام ماشي يا هندسه. تمام بس مهندس هو واحنا ليه ما عملناش الفورس بتاع البي دي مايله في المساله اللي احنا بنحلها دلوقتي؟ عشان بي دي ده مش تو فورس ممبر، عندي كيبل خارج منه فورس اهو. هو بيقول لي افرض ان ان الكابل ده بدل ما يمشي هوريزونتال كده راح لافف فيرتيكال ونزل على الاي سي، ساعتها ايه اللي هيتغير في المساله؟ فانا قلت له ساعتها البي دي ده هيبقى تو فورس ممبر، فهيبقى في فورس في اتجاه البي دي، والتنشن هيظهر في الاي بي سي مش هيظهر في البي دي. فهمتني؟ تمام. طيب معلش سؤال اخير بس. هو حضرتك بعد السهمين اللي هما الاكس والواي من ناحيه الشمال، في سهم تاني بعديهم باصص لفوق، ده بتاع ايه؟ تتكلم فين؟ هنا دي لا اللي تحتيها ايوه اللي السهم ده اللي هو التنشن. ده التنشن ده هو بالافتراض اللي هو فرضه، هو افترض ان الكابل بدل ما يمشي هوريزونتال راح لافف فيرتيكال. فاهمني؟ مش في المسألة دي، يعني ما افتكرش ان ده على المسألة دي، دي على الافتراض اللي فرضه ان الكابل راح مشي كده ونزل هنا بس نزل فيرتيكال يعني. تمام شكرا جدا يا باشمهندس. تمام عفوا. حد عنده سؤال تاني؟ يا باشمهندس اتفضل. الرسمه اللي حضرتك رسمها دي في البولي مش هيبقى فيه هوريزونتال صح؟ مش هيبقى فيه هوريزونتال، هيبقى هوريزونتال بزيرو ولا هنا ولا في اللي هو اللي جنبها. ولا في اللي جنبها، بس احنا بنحطه يعني عموما لان هو المفروض يبقى فيه هوريزونتال، بس عشان ظروف المساله او هنا الفورسز كلها طلعت فيرتيكال فما بقاش فيه هوريزونتال. تمام شكرا. نعم خلاص يا باشمهندسين، حد عنده سؤال تاني؟ تمام كده دي كانت مراجعة سريعة كده على الفريمز. تعال نشوف بقى مسألة في التراس، نشوف التراس بتاعنا ونشوف بنفكر ازاي نحل بيه. مسألة زي المسألة دي
مسألة 8. طبعا التراس انت خدت الجوينت ميثود بس، ما خدتش المسائل اللي هي في يعني طبعا اللي بيحل من الكتاب. طبعا احنا مدينا لكم الارقام الاكزامبلز والبروبلمز، اللي بيحل من الكتاب يخلي باله بس من الحته دي، ان انت التراسز الكبيره اللي بيروح طالب فيها ممبر في النص دي كانت بطريقه اسمها سيكشن ميثود وما بقتش تتاخد. فانت اللي يهمك بس التراسز اللي هتبقى صغيره زي ما انت شايف الحجم ده، لان ده عشان يسمح لك ان انت تشتغل بالجوينت ميثود عادي. Determine the force in each member of the truss and state if the member are tension or compression. We set the B equal 800 pound. أول حاجة مش مهندس بتعملها في التراس إن أنا أطلع الزيرو فورس ممبر. دي خطوتي الأولى في التراس إن أنا أطلع إيه الزيرو فورس ممبر. طبعاً في ناس بتبدأ ان يتعامل مع التراس كفريم، يعني يروح قايل ايه ده في رولر هنا احط الاكشن في اتجاه الواي اهو، او هنا في اتجاه الاكس يعني، وفي هنا بين فيبقى في عندي رياكشن في اتجاه الواي ورياكشن في اتجاه الاكس مثلا يعني. في حد يبتدي كده يقول انا هبدأ كده واحسب الرياكشنز دي. انا ما بفضلش الطريقه دي غير لو لقيت ان المساله لا مش هتسهل غير بالطريقه دي. الهدف في مسائل التراس ان انا الاقي جوينت فيها تو ممبرز انون. لو لقيتها لو مسكت الجوينت دي من غير ما اجيب الرياكشنز، طب ما يبقى انا احتاج اجيب الرياكشنز ليه؟ ما هو بيسال على الفرصه في الممبر ما بيسالش على الاكسترنال رياكشن. تمام، خلي بالك من الحته دي. يعني الطريقه دي حلوه وجميله واقدر اجيب بيها الاكسترنال رياكشن واسهل على نفسي المساله، بس ممكن تبقى شغل زياده لو انا عندي جوينت فيها اتنين ممبرز انون اقدر ابدا بيه. حد يقدر يقول لي الجوينت اللي فيها اتنين ممبرز انون اقدر ابدا بيها الايه بالظبط كده؟ فانا مش لازم اجيب الرياكشنز دول. لو عايز لو انت متعود تحل بالطريقه دي حل، بس انا بقول لك الافضل لو بدل هو ما سالنيش على الرياكشن وانا لقيت ان الاسهل بالنسبه لي ان ابدا بايه، خلاص ما اجيبش الاكشن واضيع وقتي وابدا بايه، ابدا على طول في الممبر. قبل ما نبدا بالايه تعال نطلع الاول الزيرو فورس ممبر. قلنا الزيرو فورس ممبر الحالات بتاعته يا باشمهندس ان انا يبقى عندي 3 ممبرز، 2 على نفس اللاين وواحد مايل عليهم، او 2 متعلقين في الهواء. هل في عندي زيرو فورس ممبر في الشكل ده؟ اي بي بي اي البي صح. وايه تاني؟ والبي دي. لا البي دي، لا البي دي ده خارج 2 دلوقتي، ما بقاش خارج لو خارج 1 كنت اقول لك السي دي. السي بي السي دي السي بي السي دي. عارف ليه السي دي؟ لان انا لو درست جوينت سي هنا الجوينت سي كده، فين الفورس الوحيده اللي في الواي في جوينت سي؟ هي الاف سي دي. فالاقي ان الاف سي دي برده بزيرو، مع انها مش من الحالات بتاعتنا، بس هي بدم رولر والرولر فيه رياكشن واحد في اتجاه الاكس، وانا عندي ممبر في الاكس وممبر في الواي، يبقى الممبر اللي في الواي ده بزيرو، عشان لو انا هعمل سبميشن اف فاي عند سي هيطلع ان السي دي ده بزيرو. تمام، يعني ممكن تضيفها للحالات بتاعتك، بس تخلي بالك من الحته دي ان يبقى الممبر فيرتيكال والممبر الثاني هوريزونتال والرياكشن هوريزونتال، او العكس يعني يبقى الرولر بيبقى الرياكشن بتاعه فيرتيكال ويبقى عندي ممبر فيرتيكال وممبر هوريزونتال، يبقى الهوريزونتال هو اللي بزيرو. تمام، حد عنده مشكله في الزيرو فورس ممبر في الحاجتين اللي احنا طلعناهم؟ تمام يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. هبدا بقى بجوينت ايه زي ما قلنا اهي اول حاجه بي اي وسي دي زيرو فورس ممبر. هبدا بجوينت ايه عشان قلنا ده اللي فيه اتنين فورس ممبر. بتفرض ان الاتنين اللي خارجين تنشن. حد يقول لي ليه؟ عشان اريح دماغي انا هثبت الفرد، هثبت طبعا لما تلاقي الفورس اوت اوف ذا بوينت دي معناها تنشن، انا هثبت ان انا فاردهم تنشن. والله طلعوا بوزيتيف يبقى انا يبقى تنشن خلاص. طب طلعوا نيجاتيف يبقى كومبريشن. ما تقعدش كل مره تعمل فرض وفرض، ممكن ساعتها تتلخبط تقول انا كنت فرضها ايه.
فانا عشان كده بنثبت في طريقتنا ان احنا نقول انا هفرضهم الاثنين تنشن وخلاص. فانا فرض الاف اي اف تنشن والاف اي بي تنشن زي ما انت شايفه. هنقول سميشن اف اوف واي، فهيبقى هنا الفورس دي اف اي اف ساين 45 ماينس 800، احسب الاي اف اف هتطلع 1131.3 وطلعت معايا تنشن بالبوستيف عشان قيمتها بالبوستيف فتنشن. تمام. نيجي بقى للايكويشن الاكس، هيبقى اف اي اف كوزين 45 بلس اف اي بي الاثنين ايكوال 0. هعوض عن الاف اي اف ب 1131.3 فيطلع معايا ان الاف اي بي نيجاتيف 800، يعني 800 باوند كومبريشن. معلش كان بس ال 45 دي جت منين بقى؟ جت من ال 45. اه سؤال كويس صح. ده 3 وده 3، مش ده 3 زي ده ودي 3 زي دي، يبقى 3 و3 يبقى الزاويه كام؟ 45. تمام. جبت اول التيم ممبرز، ساعتها اقف واشوف انا هختار الممبر اللي انهي او هختار الجوينت اللي انهي. يعني بالبدايه بنبدا زي ما قلنا الرقم 2، زي ما كنا بنتكلم على الفريمز كنا بنشوف الثلاثه انونز، هنا بنشوف الاثنين انون. فانا بدات بالايه، فهنا ممكن تمشي تاخد الاف وممكن تمشي تاخد البي، هختار انهي؟ الاف. نختار الاف. الاف ليه؟ لان الاف بقى فيها اثنين دلوقتي لكن البي فيها ثلاثه، فانا هختار جوينت الاف عشان بقى فيها اثنين. اهو ادي جوينت الاف، هحط الاف بي والاف اي برضو الاثنين تنشن زي ما انت شايف، فردهم خارجين اهو اوت اوف ذا بوينت الاثنين تنشن. طب وبعدين هيا بص على الخصوص باوند ده هحطه بشرطه، واجي ابص على الاي اف، هو الاي اف ده كان طالع معايا كام؟ 1131 تنشن، يبقى طلعه برضو تنشن يعني خارج من النقطة اف، يعني هو كان خارج من ايه وهيبقى خارج برضو من اف. طب لو كان كومبريشن ساعتها هيبقى داخل او انسايد بوينت اف. خلاص فاد الاف اي اف 1131.37 خلاص واوتسايد ايه بيبقى بيشارته ما بيغيرهاش. اه ما بغيرش في التراس، في التراس ما بحطش اشارات. لا التراس يا باشمهندس انا ما بحطش اشارات، يعني ما بحاولش ان انا اعمله اي حاجه. يعني مثلا لو طلع معايا تنشن خلاص يبقى اوت اوف ذا بوينت، لو طلع معايا كومبريشن لما اجي عند الجوينت الثانيه اروح حاطه انسايد ذا بوينت، فاهمني؟ بيبقى اشارته بوزيتيف عادي. تمام تمام يا هندسة. وبعدين خلاص يبقى انا معايا زي ما انت شايف الاثنين فورس الانون، هاخد سميشن اف اوف واي طبعا دي في اكس ما فيهاش مشكله، دي الزاويه دي 45 فهتبقى دي نيجاتيف اف اف بي كوزاين 45 وهنا نيجاتيف اف اي اف كوزاين 45 برضو. طبعا احنا الاف اي اف قلناها اللي هي 1131.37 وهنا نيجاتيف 500 لان 500 برضو في نيجاتيف الواي، يعني التلاتة نيجاتيف. وبالتالي هتطلع معاك ان الاف اف بي بنيجاتيف 1838 اللي احنا قلنا يعني تبقى 1838 كومبريشن. نيجي للاكس هلاقي اف اف اي واف اف بي ساين 45 ماينس اف اف اي اف اي اف قصدي ساين 45. في نقطة مهمة جدا ودي اللي بأكد عليها، لما اجي اعوض عن الاف اف بي بعوض عنه بالنيجاتيف، محدش يروح باصص على الكومبريشن ويروح ناسي، لا بتعوض عنه بالنيجاتيف. ليه بعوض عنه بالنيجاتيف؟ لان انا فرضه تنشن، ولما جيت اكتب الايكويشن ديت كاتبه على الفرض اللي انا او الرسمة اللي انا راسمها، فبالتالي بتعوض عنه بالنيجاتيف. تمام. فيطلع معاك ان الاف اف اي ب 2100
وقلنا كمان ان الاف اف اي اف اي دي ليه؟ دي قلناها قبل كده في الزيرو فورس ممبر لو تفتكر، ان لما يبقى عندي هنا زيرو فورس ممبر الاف اي والاي دي بقوا كانهم ممبر واحد متساويين متساويين صح كده؟ متساويين صح، ونفس الطيب يعني لو ده تنشن يبقى ده تنشن، لو ده كومبريشن يبقى ده كومبريشن، فيعني مش ما بقاش فيهم اي اختلاف، فعشان كده كانها ممبر واحد يعني. فعشان كده قلنا ان الفورس في الاف اي هي هي الفورس في الاف دي، تمام، في الاي دي. وبالتالي عرفت اجيبها طلعت 2100 باوند تنشن. بس بص هنا بقى عند الجوينت بي، الجوينت بي دي فيها دلوقتي بقى كام انون؟ اتنين. ليه؟ لان انا جبت ده يا باشمهندس ايه؟ مش هنجيب السوميشن التاني للاي عشان اجيب بقى لا خلاص الاي دي ما احنا قلناها ان الاف اي اف اي بتساوي اف اي دي وان الاي بي بزيرو، فاللي قدامي ان انا ادخل فيه جوينت بي جبت منها اتنين فاضل لي اتنين اللي هما البي دي والبي سي، تمام تمام. لكن جوينت اي خلاص جوينت اي الاثنين التو ممبرز التانيين انا جبتهم، واحد كان زيرو والتاني اصلا انا جبته، فبقى جبته ان هو بيساوي الاف الاف اي، بقت الاي دي بتساوي الاف اي، وبالتالي كان الموضوع سهل يعني، فهدخل على طول في جوينت بي. ايوه بس بس نرجع للصوره، مش نرجع للصوره. ايوه الاف بي والبي دي المفروض كمان يكونوا ضد بعض ولا لا؟ الاف بي والبي دي ايوه المفروض يكونوا قد بعض ولا لا؟ اه قصدي يعني ان هما يبقى فيه سيمتري. لا مش شرط يا باشمهندس، مش شرط، ما بقول شرط عشان عندنا فرصه ب 500 على الاف. يعني تعالى تعالى نشوفها دلوقتي، تعالى نشوفها بس هي تعالى نشوفها ممكن تحصل لو في سيمتري، بس بس تعالى نشوف هل في سيمتري ولا لا. اهو هنا لما بص على الفورس التو ممبرز الباقيين قلنا الاي بي بزيرو، البي دي والبي سي فرضهم تنشن، الاي بي او الاف بي 1838.48 وكمبريشن، والاف اي بي كانت 800 باوند وكمبريشن برضو. يعني نرجع تاني عشان افكرك، الاي بي كانت 800 كمبريشن والاف بي كانت 1838 وكمبريشن، عشان كده الاثنين دول زي ما انت شايف السهم بتاعهم رايح فين، سواء الاف بي او الاي بي السهم بتاعهم انسايد، بعكس الاثنين التانيين اللي خارجين من النقطه لان دول تنشن او انا فرضهم تنشن. بس اقدر اشتغل هناخد سبميشن اف اوف واي، فهلاقي اف بي دي ساين 45 هتساوي 1838.48 نيجاتيف بقى عشان تبقى لتحت ساين 45، فطلعت ان الاف بي دي فعلا زي ما انت قلت يا باشمهندس هتساوي الاف اف بي. وهنا طبعا دي 1838 جت منين؟ جت من السيمتري. لو بصيت ان البي دي والبي اف اف الاثنين عاملين زاويه كام؟ 45، يعني الزاويه دي 45 والزاويه دي 45، والمنبر الثالث اللي في النص زيرو، وبالتالي ما بقاش في عندي غير اثنين ممبرز في الواي، لازم الاثنين هيساووا بعض، لازم الاثنين هيساووا بعض، تمام؟ كماجنيتيود يعني الاثنين هيساووا بعض كماجنيتيود، لكن لازم واحد منهم يبقى تنشن والتاني كومبريشن عشان يحصل اتزان، ما هو لو الاثنين كومبريشن يبقى كده مش هيبقى بزيرو، تمام؟ فانا انا عن نفسي ما بحبش قوي الحته دي، يعني طبعا شوفوا حته السيمتري دي ممكن تسهل لك، بس تبقى محتاجه منك تركيز زياده شويه، لو التراس اصلا التراس بيبقى صغير، لو التراس عندك صغير فانت مش محتاج ان انت يعني تشوف كل السيمتري وتشوف الكلام ده، فاهمني؟ لا يعني الافضل انت تمشي سيستماتيك كانك مش عارف اي حاجه،
وتحسب زي ما انت شايف كده وخلاص. لكن فعلا في حتة حلوة كويسة ان في سيمتري فده هيساوي ده بس واحد منهم كومبينيشن يبقى التاني تيتش. بس الفوق الاثنين اللي فوق هيكونوا نفس الحاجة يعني لو الاثنين تنشن الاثنين تنشن صح؟ اه ليه بقى؟ عشان ده زيرو اللي في النص ده زيرو. ايوه اه فكأن ده بقى اصبح ممبر واحد فالفورس اللي في الاف اي هتساوي الفورس اللي في الاي دي. مثلا امتى الفورس مثلا بيساوي زيرو في اني حالات اللي هو بيكون في توازن بارلل وايه تاني؟ لو عندي ثلاثة لو عندي ثلاثة اثنين على نفس اللاين وواحد مايل عليهم زي الحالة بتاعت الاي بي دي ان الاف اي والاي دي على نفس اللاين والاي بي دي مايل عليهم حتى لو مش شرط يبقى فيرتيكال لو مايل عليهم باي زاوية يبقى بزيرو او ان يبقى عندي اثنين متعلقين في الهواء زي الاي بي والاي اف بس ما يبقاش عندي لود عند الاي يعني لو ما كانش عندي لود عند الاي كنت اقول ان الاي اف والاي بي الاثنين بزيرو تمام. والحاله الثالثه اللي احنا قلنا نضيفها يعني لما الاقي عندي جوينت زي كده والاقي منبر لوحده في اتجاه الاكس او منبر لوحده في اتجاه الواي زي السي دي ده فيبقى المنبر ده اكيد هيبقى بزيرو. تمام جدا شكرا. تمام خلاص اخر حاجه خالص بقى عشان نجيب اخر منبر عندنا ان احنا ناخد سميشن اف اوف اكس ايكوال 0 فلاقي ان اف بي دي كوزين 45 زائد اف بي سي زائد 800 عشان برضو رايح في اتجاه البوزيتيف بلس 1838.48 كوزين 45 كل مجموعهم ده هيساوي 0 اطلع ان الاف بي سي بنيجاتيف 3400 نيجاتيف 3400 قلنا نيجاتيف وانا فرضها تنشن يبقى نقدر نقول ان هي 3400 كومبريشن. تمام حد عنده مشكله في المساله دي يا باشمهندس؟ تمام تمام خلاص يبقى كده احنا طبعا زي ما قلت لك انا احنا بنفتح بس او بقول لك فكره او حاجه كمراجعه لكن طبعا انت لازم تحل مسائل كتيره على الطراز بايدك يعني تحل مسائل الاكسرسايزز وتحل مسائل لو عرفت تجيب امتحان ولا حاجه تحله بالنون كده يعني احل من فين بالظبط طيب عشان يعني الافكار يعني الاكزامبلز والبروبلمز اللي موجوده في هبلر يعني وارقامها موجوده هتلاقي في فايل مكتوب اسمه اكزامبلز وبروبلمز تحل الارقام ديت او المسائل ديت طبعا المسائل اللي الدكتور شرحها في المحاضره اكيد طبعا تحاول تحليها مره تانية ولو عرفت تجيبي امتحانات سنوات سابقه اعتقد ان هي بتتباع في الكليه يعني تحاول تجيب امتحان او اتنين وتحاول تحل برضو مسائل اللي فيهم بحيث ان انت تبقى غطيتي كل الوسائل يعني. تمام تمام كده يبقى احنا خطينا الموضوع التاني اللي هو بتاع التراس طبعا زي ما انت شايف عشان الوقت انا ما اخدش منك وقت كتير فاحنا بنكتبه مساله ومسالتين بحيث ان انا افكرك بس احنا بنعمل ايه. تعال نشوف بقى السنترويد. السنترويد فيه كذا حاجه فيه اريا فيه وايرز فيه فوليومز فهنحل اكزامبلز مثلا على الاريا وفي النهايه الخطوات اللي انت بتعملها في الاريا هي اللي بتعملها في الوايرز هي اللي بتعملها في الفوليومز الفرق بس هو القانون. فانا عندي شكل زي ده بيقول لي locate the centroid x bar y bar بتاع الاريا. فانت اول فكره بتجيلك ان انا اقسمه. ازاي اقسمه بقى يا باشمهندس؟ هاخد تراينجل هاخد المثلث ده وبعدين حد عنده اقتراح مثلا تاني ناخد ايه؟ ناخد المستطيل ده مثلا ناخد المستطيل وهناخد السيمي سيركل وهناخد ال الدايره السيركل ماينس السيركل صح برافو. يبقى زي ما انت قلتوا كده يا باشمهندسين الترانجل ده والمستطيل والنص دايره ماينس الدايره وركز على حته الماينس دي لان انت لو نسيتها كانك ضفت الدايره بتاعت الدايره معاك كانك زودت الاريا بدل ما تنقصي. فيبقى اول حاجه قلنا المستطيل الريكتانجل بلس الترانجل بلس السيمي سيركل ماينس السيركل
تمام ادي التقسيمه بتاعتي، وبعدين ابدا واحد واحد احدد له السنترويد. فانت زي ما انت شايف في الريكتانجل اللي هو عباره عن 80 في 120، يعني 80 في 120. احنا قلنا السنترويد بتاع الريكتانجل بيبقى ايه؟ اتش على 2 وبي على 2، يعني الاكس بار بكام؟ ب 60 والواي بار والواي بار ب 40. والاريا بناخد الاريا بالمره، فالاريا قلنا بتبقى الطول في العرض او اتش في بي، يعني 120 في 80 120 في 80 بس اهو. ادي 60 وادي 40 وادي 120 في 80 اللي هي تطلع 9.6 في 10 باور 3 طبعا. تمام، ده اول شكل. نيجي لتاني شكل الترانجل. قلنا الترانجل افكرك بيبقى عباره عن ايه يا باشمهندس؟ القانون بتاعه اتش على 3، اتش على 3 وبي على 3 بالظبط. برافو عليك. اهو الاتش على 3 بكام؟ ب 20 والبي على 3 ب 40. تمام، يبقى الاتش على 3 هتبقى معايا ب 40 في اتجاه الاكس، والبي على 3 هتبقى 20 في اتجاه نيجاتيف واي، فيبقى 40 ونيجاتيف 20. 40 هنا طبعا، هنا طبعا في الدرس ده بنعمل حسابات الاشارات. صح بالظبط بالظبط بالظبط، بعمل حسابات الاشارات. بس الاريا طول ما انا بجمع الاريا بوزيتيف، لما اجي اشيلها بتبقى الاريا بالنيجاتيف، لكن طبعا بحط الاكس بار والواي بار باشارتهم عادي. فهنا الواي بار بنيجاتيف 20 لكن الاريا بوزيتيف، يعني الاريا هتبقى كام؟ هتبقى هاف 120 في 60، يعني نص 120 في 60، يعني غالبا يعني 3600 تمام مليمتر طبعا. فهيبقى الاريا عادي بالبوزيتيف اللي هي 3.6 في 10 باور 3 بالبوزيتيف عادي. تمام، ثالث واحد السيمي سيركل. قلنا السيمي سيركل اول حاجه بنعملها ان انا احدد الاكسس اوف سيمتري، لان القانون بتاعي على الاكسس اوف سيمتري. فالقانون بتاعي هنا انا بشوف الاكسس اوف سيمتري فين واحط عليه الاربعه ار على الثلاثة باي. الاربعه ار على الثلاثة باي في الراديوس اللي هو كان مدولي في المساله بكام؟ ب 60، يبقى 4 ار اوفر 3 باي في 60، يعني 4 في 60 على 3 باي يطلع لي 25.46. بس 25.46 من هنا، من النقطه دي. زائد 80 بقى، زائد 80 اللي هو اللي هم بتوع الريكتانجل. لان خلي بالك السيمي سيركل بتبدا مع نهايه الريكتانجل، فال80 دي بتاعه الريكتانجل. برافو عليك. فعرفنا يعني عادي، يعني مثلا بنطلع مثلا الاريا حقه السيمي سيركل بعدين بنشوف. لا انا بحدد السنترويد كلوكيشن، انا بحدد السنترويد كلوكيشن. ايوه فانا اللوكيشن بتاعي هو عبارة عن 4R over 3 باي، بس منين؟ من البيز بتاع السيمي سيركل او الاورجن بتاع السيمي سيركل، لكن انا بجيبه من الاورجن بتاع الاكس والواي اللي هو ده. فاجمع ال 4R over 3 باي بلس ال 80. يعني كده انا اتعامل كده لما اتحرك في الاكس والواي، يعني اطلع اول حاجة اللي هو السنترويد، بعدين اشوف المسافة اللي اتمشى او اعمل بلس عليها. بالظبط، كاني بجيب كوردينيتس بتاعت نقطه، كاني بجيب الكوردينيتس بتاعت اي بوينت، بجيب الاكس والواي بالنسبه للاورجن يعني. تمام، اوكي. بالنسبه للاكس ايه؟ ايه بالنسبه للاكس؟ ده بالنسبه للاكس صح. بالنسبه للواي هو الراديوس. ايوه بالنسبه للواي خلاص 80، ده بالنسبه للواي. معلش، هو بالنسبه للمسافه اللي على الاكس اللي هي الواي بار، يعني بالنسبه للمسافه اللي بينها مع الواي اللي هي الاكس بار، يعني هي الريديوس، يعني الاكس بار 60 والواي بار 150.46، قصدي يعني المسافه اللي بالنسبه للمسافه مع الاكس، والثانيه المسافه اللي مع الواي هي الريديوس. طبعا المسافه اللي مع الواي هي الاكس بار، والمسافه اللي مع الاكس هي الواي بار.
باشمهندس مع الواي و 80 مع الاكس. باشمهندس هو احنا لو عندنا نفس السيمي سيركل دي بس مقلوبه، هل القانون بتاعها في الـ في الواي هيبقى 4 ار يعني على 3 واي؟ اه هتبقى 4 ار اوفر 3 واي صح الحته ديت، وبعد كده هيبقى 80 ماينص ال 4 ار على 3 واي. اه تمام تمام بالظبط تمام شكرا تمام خلاص يا باشمهندسين. يبقى زي ما انت شايف قدامك على الرسمه الاكس بار هيطلع معايا ال 60 اللي هو الراديوس، والواي بار هيطلع معايا 105.46. الاريا بتاعه السيمي سيركل باي ار سكوير على 2 يعني باي في 60 سكوير على 2 اهو. يبقى طلع معايا زي ما قلنا الاكس بار ب 60 والواي بار 105.64، والاريا جبناها اللي احنا قلنا باي ار سكوير على 2. طبعا لحد دلوقتي الثلاثه اريا بالبوزيتيف. ليه بالبوزيتيف؟ عشان انا جامعهم. نيجي للاريا الاخيره بقى دي، الاريا الاخيره دي بالنيجاتيف. ليه بالنيجاتيف؟ عشان انا شايلها من الشكل، وهتبقى عباره عن باي في 40 سكوير. تمام معلش الصوت قطع يا باشمهندسين معايا. مع حضرتك مع حضرتك باشمهندس. فجبنا الاريا بنيجاتيف 5.027 في 10 باور 3. بعدين تعال نشوف بقى السنترويد بتاع السيركل. السنترويد بتاع السيركل هو السنتر بتاعها، فكاني بحدد اللوكيشن بتاع السنتر بتاع السيركل. تعال نجيبه من الشكل اللي بره كده. هو السنتر في النهايه دي، يعني في نهايه الايه الريكتانجل بتاعي، فهو 80، وفي نفس الوقت هو في نص الريكتانجل زي ما انت شايف. فيبقى بالنسبه للواي بار ب 80 وبالنسبه للاكس بار ب 60، يعني 60 و 80 والاريا بتاعتي بالنيجاتيف 60 و 80 والاريا بتاعتي بالنيجاتيف. معايا يا باشمهندسين؟ حضرتك انا بسمع حضرتك. تمام. وبالتالي هضرب الاكس 1 بار في الاريا 1، واضرب الاكس بار 2 في الاريا 2، واضرب الاكس بار 3 في الاريا 3، واضرب الاكس بار 4 في الاريا 4، واضرب الواي بار 1 في الاريا 1، واضرب الواي بار 2 في الاريا 2، واضرب الواي بار 3 في الاريا 3. طبعا الاريا 4 من نيجاتيف زي ما انت شايف. في النهايه اقدر اجيب سميشن للاكس بار في الاريا، وسميشن للواي بار في الاريا، وسميشن للاريا. هقسم سميشن الاكس بار في الاريا على سميشن الاريا، واقسم سميشن للواي بار في الاريا على سميشن الاريا. يطلع 36.6 ويطلع الاكس بار ب 54.8. تمام. حد عنده سؤال في المساله دي يا باشمهندس؟ تمام. شكرا جدا. وبس انا عندي اللي هي بتاعت اللي انا اتنقل من مكان لمكان في الاكس واي، يعني هي نفس الطريقه صح؟ ايه في التنقلات زي ما احنا قلنا اول، انه بعد ما اطلع السنترويد ازيد عليها المسافه. بالظبط. انا حافظ القانون بتاع السنترويد مثلا، ان هو زي السيمي سيركل دي اللي هو 4R over 3 باي، بس انا حافظه منين؟ من السنتر بتاع السيمي سيركل. انا okay. بجيبه للاوريجن، بجيبه هنا للاوريجن هنا. فانا بحط اللوكيشن 4R over 3 باي اللي هو 4 في 60 على 3 باي هيطلع 25.46. وبعدين بشوف بقى 25.46 دي هجيبها منين من الاوريجن. بالنسبه للاوريجن هروح جامع عليها 80 عشان اوصل للاوريجن. بالنسبه للاكس انا كان يبقى ده الواي بار بتاعي. أيوة. وبالنسبه للواي اكسس هو الراديوس اللي هو 60. تمام. لا الاكس اكسس مش الواي اكس. الواي اكس اكسس اللي هي اكس بار، يعني الاكس اللي هي اكس بار، اللي هي اكس بار، بس الاكس بار اللي هي الواي اكسس، يعني المسافه بين السنترويد والواي اكس. خلاص ما تلخبطش نفسك، اللي هي اكس بار يعني. ماشي يا هندسه. تمام 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 خلاص. طبعا
في افكار كتيره في السنترويد، بس زي ما قلت لكم الدكتور سهل لكم حته ان ما فيش انتجريشن، فالمسائل اللي فيها انتجريشن دي مش عليك. طبعا اشهر فكره ان يجي لك مثلا يقول لك ان الترينجل ده اللي تحت معمول مثلا من الومنيوم، وان دوت الريكتانجل بالجزء الباقي ده معمول من الستيل. وبدل ما يقول لك هات السنترويد، او بعد ما يقول ما تجيب السنترويد يروح قايل لك هات لي السنتر اوف ماس، ايه اللي هيختلف؟ هنضرب الاريا في ال في الروح القومه هشتغل بالماس بدل الاريا، يعني هزود عمود كده، اروح كاني مزود عمود كده في التيبل اسمه الماس اللي اسمه الام، واضرب الرو بتاعه كل اريا فيها. يعني قال لي ترانجل من الالومنيوم خلاص، طب قال لي السيركل، قال لي السكوير والسيمي سيركل من الستيل، يبقى هضربهم في الرو بتاعه الستيل. تمام، هو بيديها لنا صح، بتبقى جيفن في المثال. هو اكيد هيديها لك، هو هيديها لك، او ممكن يسال عنها، بس طبعا لو سال عنها يدي لك السنترويد. يعني مثلا يقول لك في رو رو الومنيوم، يعني لازم هيدي لك الجيفنز، انت عندك اكويشن واحده فلازم يدي لك الجيفنز تقدر تطلع بيها الرو دي. تمام، ده لو سال على الرو يعني، بس 99% او 90% هيدي لك الرو. تمام، بس يبقى بعد كده بدل ما هضرب الاكس بار في الاريا هضربها في الام، وبدل ما اضرب الواي بار في الاريا هضربها في الام. خلاص، حد عنده مشكله؟ لا تمام اوكي. طبعا دي مساله حبيت افكركم بيها، طبعا مش هنقدر، يعني طبعا الوقت السكشن ضيق فمش هنقدر نغطي كل افكار السنترويد، بس زي ما قلت لك هو ده اسلوبنا في الحل بتاعنا في كل المسائل، سواء وايرز او اريا او فوليوم. ببتدي اقسم، تمام، بشوف قسمت الشكل الاشكال اللي انا عارفها، بحدد اللوكيشن بتاع السنترويد في كل حته واحسبه. ممكن اكون التيبل الظريف ده اللي انا كاتبه، او انت لو عايز تعملها على طول بالقانون تكتبها على الكالكوليتور بتاعتك او تكتبها في الورقه بتاعتك من غير تيبل، تبقى انت في دماغك الموضوع اوكي، تقدر تطلع اللوكيشن بتاعك او الاكس بار والواي بار بتاعك. تمام، ايوه سؤال. هو حضرتك قلت ان هو ممكن ما يديناش الرو واحنا نجيبها. ده اللي هو ازاي بقى هيدينا ايه بقى؟ يقول لك مثلا ان السنتر اوف ماس بتاع يعني مساله زي دي، يقول لك ان السنتر اوف ماس على بعد اكس بار مثلا ب 50، يعني قال لك ان الاكس بار ب 50 متر او مليمتر يعني، ويقول لك ان الرو بتاعه الشكل الاولاني مثلا من الالومنيوم كذا، والرو الثانيه انا ما اعرفهاش. فانت هتعمل ايه؟ هتشتغل عادي جدا، هتحط الرو الانون معاك، ولما تيجي تعوض في القانون هتحط الاكس بار هنا بكام؟ بالقيمه بتاعته. هيبقى معاك ايكويشن فيها انون واحد، هتعرف تجيبه ولا لا؟ تمام تمام، بس تمام، شكرا. لا، فلو كان كده هيدي لك السنترويد، يعني هيدي لك السنترويد ويسال عن الرو، لكن مستحيل طبعا يدي لك او يدي لك السنتر اوف ماس ويسال عن الرو، يعني يدي لك ما يدكش السنتر اوف ماس وما يدكش الرو، ساعتها انت هتجيبها ازاي؟ تمام، تعال بقى نشوف المومنت اوف انرشيا، وده اخر موضوع خدناه الاسبوع اللي فات وحلينا عليه مسائل برضو كتير الاسبوع اللي فات. فتعال ناخد فكره برضو مساله كده، نشوف احنا بنفكر ازاي، بنحل ازاي، ونشوف الدنيا بتاعتنا ازاي. في البدايه هو بيتشابه مع السنترويد او السنتر اوف ماس ان احنا بنقسم الشكل برضو، بس طبعا الميزه هنا ان انت خدت في المومنت اوف انرشيا اريا، يعني ما فيش فوليوم، فهنا اللي هناخده اريا بس. هنا حسب ما كل واحد عايز، يعني مثلا ممكن واحد يجي في دماغه يقول ايه، انا هاخد مثلا كده، هاخد الريكتانجل ده، معلش مشيت مع القلم ثانيه، هاخد الريكتانجل ده الاثنين التريانجل صح، الريكتانجل الكبير ده اللي هو 6 في 9 ده. تمام، واحد يقول كده هاخد 6 في 9 ده ماينص الاثنين مثلثات الصغيره،
اللي هو 3 في 3 وال 6 في 6 ده صح. واحد تاني ممكن يعمل ايه؟ يقول لك هيعمل زي ما انا عملت او زي ما موجود عندي، ان انا هاخد المربع والمثلث والمثلث التاني تمام ماينس المثلث اللي فوق. لا من غير ماينسات، ده انا هنا ما عملتش ماينس، خدت المربع هاخده كله بالبوزيتيف صح. اه كده هاخده كله بالبوزيتيف. احنا بنقول انت لو عايز تاخدها بالماينس ممكن تاخد الريكتانجل الكبير ماينس المثلث الصغير ماينس المثلث اللي هو التاني تمام. لكن انا هنا برضو قلت خلاص لا انا هقسمها كده، هاخد الترينجل ده الرايت انجل ترينجل ده، وبعد كده هاخد الايه، هاخد المربع اللي هو هيبقى 3 في 3، وبعد كده ريكتانجل او ترينجل الكبير. المهم في النهايه يعني زي بيقولوا كده ما يهمنيش الطريقه، يهمني ان انا اكون عملت كفر للشكل وخلاص، يعني انا غطيت الشكل وخلاص باي طريقه. بس طبعا يفضل كل ما كان عدد الاشكال اقل كل ما كان اسهل لك في الحسابات. يعني لو انا مثلا في ايدي ان انا اغطي الشكل اللي قدامي بشكلين بس اسهل مني اكيد من يبقوا ثلاثه، يبقى اسهل لي في الحسابات. فانا كل ما الاقي العدد اقل بالنسبه لي كل ما كان افضل. طبعا لو كترت بس في النهايه بتعرف تجيب كل واحده منهم مفيش مشكله، هتطلع نفس الانسر اللي هيطلعها زميلك، ودي بقولها لك وانت بتحل يعني، يعني حلها بطريقه بدي. ولو كمان زياده في التوقيت حلها ان انا ايه، هقسمها زي ما قلت لك الريكتانجل الكبير ماينس المثلثين الصغير. المهم معايا يا باشمهندسين؟ معاك مع حضرتك يا باشمهندس. بعد ما قسمناهم تعالى نبدأ بقى في أول واحد اللي هو السكوير ده. زي ما قلنا في قدامك اسلوبين في طريق المومنت اوف انرشيا المرة اللي فاتت قلناها، لإما تحفظ عند السنترويد بس وأي حاجة بعد كده أنقل، لإما تحفظ كل القوانين اللي احنا قلناها والدكتور قال في المحاضرة عند السنترويد وعند نهاية المربع أو المستطيل وعند بدايته وعند المثلث وعند نهايته وعند بدايته، بحيث ان انت تسهل على نفسك لما تلاقي حاجة هنا. يعني طبعا لو واحد هنا مش حافظ غير عند السنترويد كان هيقول ايه؟ كان هيقول 1/12 الاريا في 3 سكوير بلس الاريا في 1.5 سكوير. لكن اللي حافظ هيقول ايه؟ هيقول 1/3 هيقول تلت الاريا في 3 سكوير في الثلاثة سكوير. فاللي حافظ هيسهل زي بيقولوا كده، اللي حافظ في الحتة دي هيسهل على نفسه شوية، لكن اللي مش حافظ هيقدر يوصل بس يكون لازم يكون حافظ عند السنترويد على الأقل. معلش السنترويد كده قانونها تاني كده؟ السنترويد قانونها 1/12 الأريا في المسافة العمودية اللي هي الـ H سكوير. تمام. بس طبعا السنترويد بيمر هنا فساعتها هحتاج أنقلها بقى لحد ما أوصل للـ X. هنجمع عليها المسافة بس اللي هي الأفقية وخلاص المسافة؟ لا هاجمع عليها بلس الاريا في الديستانس اللي ما بين الاكس داش، ما هو ده يعتبر الاكس داش والاكس، فالاريا ب 9 والديستانس اللي ما بين الاكس داش والاكس 1.5، فيبقى 9 في 1.5 سكوير. يعني مش باني زي سنتر اوف جرافيتي. لا 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 ده مالهاش علاقه بالسنتر اوف جرافيتي لا خالص. هنا بتنقل باستخدام نظريه البارل اكسس، ان انا من عايز انقل من الاكس داش للإكس أشوف المسافة اللي ما بين الإكس داش والإكس وهي كانت 1.5 وانقل. تمام؟ تمام. بس قلنا خلاص أنت لو حافظ القانون وده اللي بفضله يعني أنا أقول خلاص 1/3 الأريا في الإتش سكوير اللي هي 3 سكوير، طبعا الأريا بتسعة فيبقى 1/3 في 3 سكوير في 9. تمام؟ معلش دي كاتبها برضو 2 بس هي دي المفروض السكوير يعني. برضو الاي واي عشان دي في نهاية الريكتانجل فيبقى 1/3 في 3 سكوير في 9. 9 دي اللي هي الاريا يعني. 1/3 الاريا في الديستانس سكوير طبعا 3 سكوير. طبعا خلي بالك 3 سكوير اني 3 في الواي اللي هي 3 اللي تحت. ما حدش يفتكر ان 3 دي هي 3 دي. بس طبعا عشان ده سكوير فالاثنين زي بعض، فعشان كده طلع حتى ودي قلناها
ان هتلاقي في السكوير الاي اكس والاي واي هيساوي بعض في الـ في الـ سواء عند السنترويد او عند نهايه السكوير. لكن في حاله الريكتانجل طبعا هيبقوا مختلفين. نيجي هنا بقى، هنا لما اجي ابص على الاي اكس هل في قانون بقى حافظني هنا؟ لا، يعني هنا ما فيش قانون بقى انا حافظه هنا. ليه؟ انا حافظ القانون عند نهايه المثلث اه، لكن مش حافظ قانون على بعد قد كده. فايه اللي هعمله؟ هاخد الاول الاي عند السنترويد، الاي عند السنترويد في الترينجل واحد على 18 اريا في العمود السكوير. بالظبط، برافو عليك. 1 اوفر 18 الاريا اللي هي تبقى 4.5 عشان ده 3 وده 3 فيبقى 9 في على 2 ب 4.5 وفي 3 سكوير. وبعد كده انقل، فانقل من الاكس داش هنا لحد الاكس الديستانس اللي ما بينهم 4 فيبقى بلس 4.5 اللي هي الاريا في 4 سكوير. 1 على 18 3 سكوير في 4.5 اللي احنا قلنا اللي هي الاريا هتبقى بلس 4.5 4 سكوير اللي هي الاريا في الديستانس اللي ما بين الاكس داش والاكس سكوير اللي هي يطلع في النهايه 74.25. طب بالنسبه للاي واي، لا الاي واي دي بالصدفه من القوانين اللي انا حافظها، قلنا لما يبقى عند نهايه المثلث بتبقى نص الاريا في الديستانس دي سكوير اللي هي 3 سكوير، فهاف في 4.5 في 3 سكوير يطلع 20.25. كان بس كان ممكن اقول 1 على 18 الاريا في العمود سكوير بلس بلس الاريا بالظبط. اه ما قلت لك دي الطريقه الثانيه او الطريقه اللي انت برضو توصل بيها، اللي انت لو مش حافظ عند النهايه اقول 1 على 18 الاريا في ال 3 سكوير بلس الاريا في الديستانس اللي ما بينهم هتبقى الديستانس بكام؟ ب 2 ب 2 سكوير ب 2 سكوير، اطلع معاك نفس الرقم. بس فاضل لي بقى المثلث الكبير، اجي امسك المثلث الكبير الاكس، الاقي الاكس بالنسبه لي سهله. حد يقول لي الاكس سهله ليه؟ عشان دي في نهايه الترينجل، دي حافظ لها قانون 1 على 6 الاريا، 1 على 6 الاريا في 6 سكوير في اتش سكوير 6 يبقى 1 على 6 الاريا، الاريا ب 18 عشان دي 6 وده 6 يعني الاريا 6 على 2 يبقى 18 في 6 سكوير. فالاكس طلعت سهله معايا. طب الواي ببساطه اهو، ادي الواي لازم انقل من عند السنترويد، فيبقى 1 على 18 الاريا اللي هي 6 الاريا قصدي اللي هي 18، 1 على 18 الاريا اللي هي 18 في 6 سكوير. حد يقدر يقول لي بقى شاطر يقول لي المسافه بين الواي داش دي والواي كام؟ 5 تبقى 2 3 5 5 بالظبط، برافو عليك. يبقى بلس الاريا اللي هي 18 في 5 سكوير قدرت اجيب المومنت اوف فينش. بعد كده بقى الميزه ان انت خلاص بعد ما جبت كل شكل مش هتعمل اي حاجه غير ان انت تجمع، تعمل الجبريك سم عادي جدا، فاجمع الاي اكس 1 زائد الاي اكس 2 زائد الاي اكس 3 واجمع الاي واي 1 زائد الاي واي 2 زائد الاي واي 3 واقدر احسب. طبعا طلع الاي اكس معايا 209 والاي واي 533، وده منطقي. خلي بالك وانت بتحسب لازم تبقى متوقع الانسر في الحاجات اللي زي دي. واضح جدا ان الشكل المثلث الكبير ده اللي هو ده اللي فرق معايا في نهايه الاكس، بعكس ده اللي انا هبقى محتاج ان انا انقله وهنقله مسافه كبيره. فعشان كده طلع معايا لو تشوف اللي حصل الديفرنس ده من الشكل الثالث، ان الاي واي بتاعه 486 وده الاي واي 108 لو هيطلع منهم تقريبا فرق 380، هو ده اللي عمل الفرق بتاعي. ده مين ده؟ تمام. هو النوع ده من المسائل بيجي ان هو يطلب الاي اكس والاي واي بس، يعني بيطلب معطيين ولا بيطلب تفاصيل في الشكل نفسه؟ يعني ممكن يطلب 5 6 معطيات. يعني ممكن ساعتها، ودي حصلت في امتحان، انه قسم لك الشكل. هو الدكتور كان يجيبه لك متقسم، فقال لك هات لي المومنت او فينيرشيا بتاع الشكل الاولاني عند حوالين الاكس،
بعد كده المومنت اوف انرشيا بتاعت الشكل الثاني حوالين الواي، فاهمني؟ وبعد كده المومنت اوف انرشيا للشكل كله. وممكن برضو وده هتشوفه ان هو الدكتور يرسم لك المحاور مش في النهايه، يرسم لك محاور ثانيه في النص مثلا ويقول لك هات لي المومنت اوف انرشيا عند المحاور دي. تمام. كل دي افكار. تمام. بس في النهايه خطوات الحل بتاعتي واحده، يعني الفرق بس ان انا لو انا حافظ القانون على طول بس بيسهل لي، لكن انت لو من النهايه من عند السنترويد انا اللي عندي اي اكسس عادي. تمام. شكرا. العفو. خلاص، حد عنده سؤال تاني يا باشمهندسين؟ هو ممكن يجيبني رسمة واحدة بس هندسة يبقى فيها سنتر اوف جرافيتي مثلا اسئلة وفي نفس الوقت فيها برضه ممكن وعصر يعني قبل كده في سنة يعني يجيب لك رسمة فيها سنترويد فيها سنتر اوف جرافيتي ويقول لك اتعامل، يعني يبتدي يسألك اسئلة في المسألة في الأول عن السنترويد، وبعد ما يخلص السنترويد يروح سأل في اسئلة في المومنت اوف انرشيا. طيب يا باشمهندس النظري ما نعرفش عنه حاجة، لو حاجة جت نظري نركز على ايه ولا نعمل ايه؟ بصراحة يعني ركزوا على الحاجات اللي كانت بتيجي اكيد في السنين اللي قبل كده. تمام. يعني الحاجات اللي هي طبعا الحتة الثري دايمنشن خلاص، بس حتة اللي هي الاكوليبريم، حتة الاكوليبريم دي كانت بتيجي كتير. تمام. وطبعا اي حاجة اي ملاحظة برضو الدكتور قالها كنظري ممكن تتسأل فيها، يعني اي ملاحظه الدكتور قالها كنظري في الامتحان ممكن تتسأل فيها. بس طبعا اكتر حاجه بتيجي يعني السنين اللي فاتت حته الاكوليبريم يعني. تمام. يعني انت تشوف الاكوليبريم